طيب. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فجزا الله تعالى خيرا الإخوة الدعاة وبارك فيهم وفي دعوتهم. فانتشرت في الآونة الأخيرة في مواقع التواصل الاجتماعي الوقوع في فتنة الاعتداء والإفراط في التكفير، وهذه الفتنة للأسف الشديد يعني وقع فيها كثير من الشباب المنتسبين للدعوة السلفية. وكما هو معلوم لنا أن منهج أهل السنة والجماعة هو منهج وسط بين المعتدين في التكفير وبين الذين لا يطلقون التكفير أساساً، فأهل السنة والجماعة يكفرون من كفره الله سبحانه وتعالى ومن كفره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا لا أريد أن أطيل في الحديث، ولكن يعني لو بينا الإخوة الدعاة مسألتين ولو بشيء من الإيجاز. المسألة الأولى أن يعني الشباب في مواقع التواصل الاجتماعي يعني كثيرا ما نرى ونشاهد أنهم يطلقون التكفير على أشخاص بعينهم. فلو بينا إخوتنا الدعاة يعني ضوابط تكفير الشخص المعين. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المسألة الأولى أن دار نبه لها في كلام الأخ، ولعله إنه ما قصده، إنه قال كثير من الشباب السلفي وقع في التكفير. الحمد لله الشباب السلفي شباب منضبط وشباب متعلم وما بيقدم. احنا بنعرف اخواننا اللي بنعرفهم والسلفيين اللي بنعرفهم انه ما بيقدموا على تكفير، حتى بعض اللي بيستحبوا التكفير الا يقوموا يرجعوا لطلاب العلم ولاخوانهم. فلعله الاخ ما يعني ما قصد وما ذكر هذه المسألة. اما الناس اللي بيطلقوا التكفير وكده، فديل يعني أصلا الناس إما خالفوا منهج أهل السنة والجماعة والشعارات اللي بيرفعوها، لأنه ما يزول الدعاء إنه سلفي هو سلفي، أو أخوان مسلمين جايين باسم السلفية زي ناس عبد الحي يوسف وزي الصادق عبد الله أبو عبد الله صادق عبد الله وزي محمد علي الجزولي ومحمد عبد الكريم وغيرهم. دول هم الناس التكفيرين، ودول ما عندهم علاقة بالسلفية، كلهم ما عندهم أي علاقة بالسلفية. السلفية دي أخواننا منهج بيرجع في التلقي والاستدلال من السلف الصالح اللي هم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهو يرجع في كل أمر من أموره إلى ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، ويرجع إلى العلماء. عرفتها؟ فالشغل اللي انت بتشوفه التكفير والكلام ده لمن لا يستحق التكفير، وحتى اللي بيستحق التكفير التسرع في إطلاق الحكم ده ماشي يا أخواننا السلفيين، بنعرفه من إحنا، والحمد لله دي نعمة تحمد على السلفيين. وإلا لو كان أخواننا ما منضبطين والله البلد دي يقلبوا لك زرارة. بس لا، الحمد لله إحنا بنعرف أخواننا دي الناس منضبطين وناس يعني ماشيين في العلم الشرعي، عندهم معاهد علمية. شيخ أبو بكر عنده معهد فيه ثلاثة مستويات بيقروا فوقه يعني العقيدة الصحيحة، وبيقروا فوقه الفقه وأصول المنهج والمسائل بتاعت التكفير إلى آخر كلها بيقروها. الحمد لله شبابنا يعني شباب طيب وشباب ما قاعد يتسرع، نحن بنعرفهم أخواننا جزاهم الله خير. أما الشغل ده شغل بتاع أخوان مسلمين. هنا أنا بجيك للضوابط بتاعت التكفير، وأصلا التكفير في العصر الحديث مرق من الأخوان المسلمين. ده الكتاب بتاع سيد قطب غلو في الكلام ده، والكلام ده اعترف به القرضاوي العجوز اللي قاعد هسي ده. عرفته؟ هنا ده كتاب معالم في الطريق بشحمه ودمه ولونه إلى آخر، وبرقم بتاع الإداع هنا قاعد، ويطلب يقول لك في السودان هذيلة قاعدة بورا من الدار السودانية للكتب، أصلا مطبوع في دار الشروق دي برا السودان، لكن في السودان قال لك تطلب من الدار السودانية للكتب. هنا بيتكلم عن المجتمعات الجاهلية. طبعا سيد قطب بيرى إنه أي مجتمع ما حكم فيه والكتاب والسنة على طول طوالي ده مجتمع كافر والحكام بتاعينه كفار، ونفس منهج الخوارج اللي اتكلم عنه الإمام الآجري في الشريعة
رحمه الله، ودي مراجعنا نحن كسلفين. قال الخوارج، قال إذا رأوا الحاكم ما بيحكم بما أنزل الله كفروا، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وإذا رأوا المجتمع ما مرق عليهم يكفروا المجتمع ذاته. قال ثم يأخذون أو يرفعون السيف فيفعلون ما ترى أو ما رأي. عرفت ده خلاصة كلام. فدال ده الشغل بتاع سيد قطب، عرفته؟ وسيد قطب أصلا إنسان كان ليبرالي ما عنده علاقة بالعلم. قال بيمدحوه الأخوان المسلمين جناح أنصار السنة، عرفت؟ ناس محمد اللمين إسماعيل وغيرهم. قال بيقولوا إنه سيد قطب يعني إمام وأديب وإلى آخر، ده إنسان جاهل، عرفته؟ وإنسان ضال ومنحرف، وهو عنده برضو غلو في أبواب تانية لو جاء الكلام برضو بنذكره. ونحن بنذكر الكلام ده عشان الناس تعرف إنه نحن لما ننقد الكيزان أو ننقد الشعبيين أو ننقد الترابيين أو ننقد غيره، نحن بننقد من الأصول. لأنه يجيك واحد يقول لك أنتوا ما تكلمتوا فيهم، يعني هو موضوعك في العيشة والبصلة والزيت ده موضوعك أنت؟ نحن موضوعنا في أمور بتأثر على المجتمع. هنا قال إن المجتمع الجاهلي هو كل مجتمع غير المجتمع المسلم، ده تعريفه. بعد ذاك مشى من صفحة 98 لحد الصفحة بتاعت 101 102. بس أنا أذكر لك مسألة بسيطة. قال وهذه المجتمعات قال وتدخل فيه كذلك بشعائرها التعبدية ومراسمها وطقوسها المنبثقة من التصورات الاعتقادية المنحرفة الضالة، ثم تدخل فيه بأنظمتها وشرائعها وهي كلها لا تقوم على العبودية لله وحده، بالإقرار له وحده بحق الحاكمية واستعداد السلطان من شرعه، بل تقيم هيئات من البشر لها حق الحاكمية العليا التي لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. قام بعد ذاك استدل بفهم خاطئ لبعض الآيات، قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال الحكام كفار. قال ويقول عن المحكومين، ده بيفهمه. قال ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به إلى قوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم إلى آخر الآيات. استدل بالكلام ده على تكفير الحكام والمحكومين. جل قرضاوي في كتاب اسمه مستقبل الأصولية الإسلامية، هنا دي في الصفحة رقم 17. نحن بنقول الكلام ده للطلبة لأنه نحن عارفين أن الطلاب هنا طلاب واعين ونحن بنحترم عقولهم بنجيب لهم مراجع. لكن بيجيك واحد بيدياته أنا أفتكر، أنت داير صوت بس، أنت ما تحترم الطلبة دل، أنت مش دار تناغشنا في منهجنا. أنا مش قاصد الأخ المداخل، الأخ المداخل ما سأل أسئلة عشان الناس يستفيدوا، لكن أنا بتكلم عن الناس العلمانين وغيرهم. هنا قال ودي الحرب العلمية، دي الحرب العلمية اللي بتنتج كويس. طيب قال فصيلة التكفير، قال فهناك فصيلة التكفير وقد ظهروا أول ما ظهروا في مصر. قال وهم يتبنون فكرة تكفير المجتمع أي جماهير الناس بالجملة. ركز مع كلام القرضاوي ده، ده ما قال لك أبو انقدح بيعرف عض أخوه من وين، مش كما قال المثل السوداني. قال إلا من آمن بمبادئهم وانضم إلى جماعتهم فدخل فيما دخلوا فيه فهم وحدهم جماعة المسلمين. طيب التأصيل والتنظير بتاع التكفيرين في العالم ده جاء من وين؟ قال ومما اعتمد عليه هذا الفصيل ظاهر بعض كتابات الأستاذ سيد قطب رحمه الله في تفسيره الشهير في ظلال القرآن وما اختصره منه في كتاب معالم في الطريق، وقد كتب ذلك بين جدران السجن. خلاص، فده التكفير منه خرجوا داعش وجبهة النصرة وتنظيم القاعدة وحاجة اسمها جماعة أنصار السنة بالعراق وتنظيم أهل السنة بالعراق وإلى آخر. السلفيين ما عندهم وبوكو حرام إلى آخر. طيب المسألة الثانية مسألة إطلاق التكفير. يا أخوانا إطلاق التكفير على العموم ما فيه مشكلة، على الأعمال، على الأعمال ما على المجتمعات. يعني تقول من دعا غير الله فهو كافر، ده عموم، ده ما تعيين، لأنه التعيين تجيب لك بني آدم محمد ود أحمد، ده تعيين، غير كده ده ما تعيين عشان ما يغشك تكفير. ها، من دعا غير الله فهو كافر.
من دعا غير الله فهو مشرك، من طاف بالقبر فهو مشرك، ده تعميم لأفعال، تكفير لأفعال. أما الشخص فقد لا ينطبق عليه الوصف. واحد يقول لك والله دي فلسفة جديدة جبتوها لنا، لا ما فلسفة جديدة، من الأدلة على الموضوع ده إنه في ناس وقعوا في أفعال كفرية وقالوا أقوال كفرية وما كفروا. منها وده في ورد على الشعبين قصة الرجل الجمع أولاده لما جاء يموت، قال لهم أنا إذا مت أحرقوني في البخاري، حديث أبي هريرة، وانتظروا بي يوم في ريح شديدة، شيلوا نص مني أجدعوا في البحر ونص في جنوب في البر. قال فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. الكلام ده كفر ولا ما كفر؟ كفر. ليه؟ لأنه شك في قدرة الله، مش ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. طيب نهاية الحديث حصل شنو؟ قال لما عملوا به وكده ربنا قال له كن فكان. تاني قال عبدي ما حملك على ما فعلت؟ قال خشيتك أو خشيتك. قال فغفر له. وقع في كفر ولا ما وقع؟ نحن أخواننا مش بنتكلم إنه أيوة يجيك واحد علماني يكون طاق له حاجة يقول لك يا سلام بالله نكفر وما فيها حاجة، أنت زول ما فاهم، أنا قاعد أحارف في داعي عشان ما يجي يجوز لك شعيراتك ديل. أنا بتكلم عن موضوع معين، إنه الموضوع إنه ما يزول وقع في كفر بتكفر طوالي، فهمت الحاصل؟ فالعلماء ذكروا شروط وموانع. أول حاجة العلم وضد الجهل، الزول الجاهل يا أخواننا ما زي زول العالم، زول عالم بحكم زول جاهل بحكم، ودي أدلة وموضوع طويل. القصد والخطأ زي حديث الرجل النام تحت شجرة وكان عنده راحلة ضيعها، وبعد ذلك جاء تحت شجرة لما آيس منها، بعد شيء لما انفتح لقى الراحلة فيها طعام وشراب وكان في صحراء خلق، فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أي واحدة من الكلمتين دي براها كفر، صح ولا ما صح؟ اللهم أنت عبدي كفر ولا ما كفر؟ وأنا ربك كفر ولا ما كفر؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال أخطأ من شدة الفرح، وده برضو في ورد على الصوفية، سبحان الله السنة دي والله متنجم الفرق دي نجام شديد. عشان كده عمر رضي الله عنه قال أهل البدع أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، وقال وتفلتت عليهم أن يعوها، قال فكرهوا حين سئلوا أن يقولوا الله أعلم. تقبض بالسنة دي يقول لك لا أفتكر إنه، لا ما تفتكر سنة بس، لا ما أنت ما ممكن، لا أنا ممكن، الموضوع بالأدلة بالسنة كويس. فما فيه دليل لهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخطأ أخطأ، قال أخطأ معناه ما في شطح، موضوعك انتهى، عرفت؟ برضو من الموانع الإغلاق، زول أغلق عقله زي ما حصل للذكر في الحديث، الإغلاق إنه زول عقله حصل مرحلة لا يميز بين الشجرة والباب مثلا، يعني حصل مرحلة بتاعت إغلاق، فده برضو يعذر، والإكراه عرفته إلى آخر. فدي موانع شنو؟ موانع التكفير. ونرجو إنه نكون جاوبنا على الأسئلة، نفتح فرصة للمداخلات. اللي العلمانين وين؟ أنت أخواننا العلمانين خليتوا الغلو ولا شنو؟ ها؟ كويس تفضل.